السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد ناصر أبو يوسف، بقدم لكم هاي القناة دنيا العجائب. أنا ممرض أردني مغترب في قطر، حبيت أعمل هاي القناة عشان أنشر الفائدة والمعلومات الطريفة بين الناس. من المعروف أنه أي إنسان حابب يعمل قناة في اليوتيوب بيعملها في واحد من اثنين، يا إما في شغله أو اختصاصه، يا إما في موضوع بحبه أو في هواياته. ففي ناس دارسة صيدلة لكن بتعمل فيديوهات عن الكرة القدم، في ناس دارسة محاسبة لكن بتعمل فيديوهات عن التصوير والمونتاج وكيفية رفع الفيديوهات على يوتيوب. أنا ممرض، عندي قناة اسمها مذكرات ممرض، بنشر فيها مواضيع بتهم مهنتي. في نفس الوقت هوايتي الأولى المطالعة، وبحب أقرأ في المعلومات الغريبة والطريفة والقصص الغامضة وقصص الرعب وقصص الجرائم التي لم تحل، وبهمني الغريب والطريف مش أي معلومة. في 18/1/2013 عملت صفحة على الفيسبوك للمعلومات الغريبة والطريفة، كان اسمها في ذلك الوقت معلومات غريبة وطريفة. فيما بعد قررت أفتح هاي القناة على يوتيوب وسميتها دنيا العجائب، وغيرت اسم هذيك الصفحة لدنيا العجائب برضو بنفس الصورة واللوجو. عندي على هذيك الصفحة أكثر من 7000 معجب بحمد الله. فهاي القناة أنشأتها للمعلومات الطريفة والغريبة وليس المعلومات العادية. يعني لو تكلمنا عن الجغرافيا ما راح أقول لك البلد الفلانية عدد سكانها كذا ومساحتها كذا، لا، راح أختار أغرب المعلومات عن هاي البلد وأعطيك إياها. طبعا من يوم ما بديت بفكرة القناة أصريت إنها تكون مختلفة عن كل القنوات، ولو إنه هذا صعب، لكن أخذت لفة على القنوات اللي بتنشر معلومات، اللي بتنشر معلومات غريبة، اللي بتنشر قصص طريفة، اللي بتنشر قصص غامضة، اللي بتنشر قصص جرائم، واستفدت كثير منهم. والحقيقة أنه كثير منهم مبدعين جدا وعندهم متابعين بالملايين ما شاء الله. في هذه القناة رح ننشر فيديو قصير أقل من دقيقة كل يوم اثنين في 6 مساء، وفيديو طويل أكثر من دقيقة كل يوم خميس في نفس الموعد. صفحتنا على فيسبوك رح ننشر نفس الفيديوهات لكن كل سبت وثلاثة. التيك توك بما انه ما بيسمح باكثر من 3 دقائق رح ننشر عليه فقط الفيديوهات القصيرة كل يوم اثنين. بينما صفحتنا على الانستغرام للنقاشات والبوستات الكتابية، واذا عندكم اي اقتراحات او اي رسائل بتحبوا تبعتوا لي اياها فخليها للانستغرام. علشان تستفيد من القناة راح تلاقي الفيديوهات مقسمة إلى قوائم تشغيل أو بلاي ليست. المواضيع العلمية موجودة في قائمة تشغيل واحدة أو سلسلة اسمها عجائب علمية. الموضوع الكروية والرياضية موجودة في قائمة اسمها عجائب رياضية. مواضيع التاريخ موجودة في قائمة اسمها عجائب تاريخية. قصص الأمثال والفوائد اللغوية موجودة في قائمة اسمها عجائب لغوية. القصص الغامضة وقصص الرعب وقصص الجرائم التي حلت أو لم تحل بتلاقيها في قائمة اسمها أعجب القصص. في بعض المواضيع التي تشير إلى أصل قصة ما أو مثل ما أو أصل عادة معينة منتشرة في شعب معين تجد هذه القائمة كلها اسمها أصل الحكاية. فيما بعد رح يكون في قائمة لمواضيع متخيلة، ماذا سوف يحصل لو حدث كذا وكذا، في قائمة سميتها ماذا لو. من الأشياء المهمة برضو أنه نعرف الصح من الغلط، ففي قائمة سميتها معتقدات خاطئة، عملت فيها سلسلة من الفيديوهات عن معلومات كنا مفكرينها صح وفي النهاية اكتشفنا أنها خطأ. فيما بعد رح يكون في سلسلة بعنوان كتاب في دقائق، إذا بتحبوا كتاب معين نقرأه ونلخص لكم إياه في فيديو 5 أو 10 دقائق. وفي قائمة أخرى اسمها كل يوم في بلد، نتكلم عن بلد معين لكن ما بتدخل في الجغرافيا ولا عدد السكان ولا اسم العاصمة، راح نتكلم فقط عن أغرب الأماكن والمعلومات والخصائص المتعلقة بهذا البلد. راح أترك لكم بوصف الفيديو حساباتي على إنستغرام، تيك توك، فيسبوك، وبنتمنى تتابعونا هناك برضو. وآخر نقطة هي التعليقات. في التعليقات نرحب بكل أنواع التعليقات سواء إيجابية كانت أو مسيئة، لكن اللي بهمنا مش شكرا وممتاز وأحسنت، بهمنا التعليقات اللي بتحفزنا للفيديو اللي جاي أو بتعطينا أفكار. يعني أنت تكلمت عن أصغر كذا، أعطيني فيديو عن أكبر كذا. أنت تكلمت عن سيئات موضوع معين، أعمل لنا فيديو عن إيجابيات نفس الموضوع، وهكذا. زي ما بقول دائما، لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشتراك بالقناة، ولو حب تشوفنا دائما فعل زر الجرس على الكل عشان تشوف فيديوهاتنا أول بأول. وبشوفك على خير. سلام عليكم.